حياكم الله. رغم كل الأوضاع والتفاعلات السياسية بالعراق، لكن الدفاع ماضي بخطط التحرير. يبدو أن ورقة العبادي لم ترق لبعض الجهات السياسية، والقنصل الأمريكي بأربيل غير متحمس للاستفتاء على انفصال كردستان، وديالة تؤجل استجواب المحافظ. هذا وغيره بنيوز روم، ابقوا ويانا. القنصل الأمريكي يعلق على موضوع استفتاء مصير كردستان ويقول: ما يهمنا بقاء العراق موحدا. الحكيم يقول: نحن سحب الثقة عن حكومة العبادي خيار مطروح. المالكي يؤكد لسليم الجبوري أن التغيير الشامل يجب أن يتم بأسرع وقت. مجلس ديالى يؤجل استجواب التميمي إلى 25 من نيسان الحالي. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير النوري قرب وصول فرقة عسكرية للجيش العراقي إلى مدينة الموصل للمشاركة في تحريرها من عصابات داعش الإرهابية. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف العميد يحيى رسول، المتحدث باسم العمليات المشتركة. مساء الخير سيادة العميد. مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. حياك الله. ممكن أن نتحدث بعد هذا التحريك وتحريك القطعات العسكرية، ممكن أن نتحدث عن البدء بالعمليات اللي هدفها مركز المدينة، ونحن بعدنا نتحدث على أسوار الموصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا الكل يعرف الصفحه الاولى من عمليه الفتح لتحرير نينوى بقياده قيادة عمليات تحرير نينوى والقطعات الملحقه معها، وحققت الصفحه الاولى ما خطط ورسم الى من قبل قياده عمليات المشتركه. لدينا صفحات ومراحل لعمليه التقدم باتجاه الاهداف، وهناك استحضارات وحال استكمالها وحال ايضا انتهاء من الاستحضارات وبدل الصفحه الثانيه نعلن عنه. لا زالت قطعاتنا تقاتل عناصر التنظيم الارهابي وتحقق انتصارات، وايضا لدينا عمليات عسكريه في قواطع مسؤوليه اخرى، وما يحدث الان في عمليه تحرير هيت. طيب سياده العميد، راح اتحدث على ما يجري بهيت، لكن خليني بقضيه نينوى. اليوم الحديث يدور على انه التحشيد، بالتالي الامكانات متوفره، يعني تحرير المدينه صار لها سنه وتسعة اشهر تقريبا تحت سيطره عصابات داعش، الامكانيات العسكريه بالعده والعتاد ممكن نعتمد عليها؟ لدينا استحضارات عسكريه نعمل عليها، ولدينا قوات عسكريه مدربه وجاهزه ومسلحه. وايضا لدينا قدرات عسكريه كامله، الدعم اللوجستي، استكمال وصول القطعات المكلفه بالعمليه، ونعمل في صفحات ومراحل. العمليه بدات بالصفحه الاولى ولا زالت العمليات مستمره ان شاء الله وفق صفحات ومراحل الى ان يتم تطهير مدينه الموصل بشكل كامل من عناصر التنظيم الارهابي. طيب هذا اللي يتمناه. بالحديث نرجع لقضيه ما يجري في هيت. اليوم الاستعدادات شنو اللي باقي المناطق المحيطه بهيت، واصلا حتى مركز المدينه شنو اللي يجري الان بالضبط هناك؟ يعني الحمد لله والشكر قطعاتنا متمثله بقواتنا في جهاز مكافحه الارهاب البطله وباسناد من قطعات الجيش العراقي، باشرت التقدم باتجاه مدينه هيت، واستطاعت يوم امس من الوصول الى منطقه المعموره والسيطره عليها بشكل كامل. وثم الاندفاع باتجاه مدينه هيت، كان هناك اسناد حقيقي كبير جدا من قبل القوى الجويه العراقيه وطيران الجيش وطائرات التحالف الدولي. الان ابطالنا في قوات جهاز مكافحه الارهاب على مشارف مدينه هيت، وان شاء الله ما هي الا يعني قريب جدا سيكون عمليه اقتحام وتطهير مدينه هيت بشكل كامل. تم قتل عدد من الارهابيين، تدمير عجلات مفخخه، تدمير انفاق مضافات للعدو مواقعها، وهذا كله من خلال الضربات الدقيقه اللي اصلنا فيها القوى الجويه وطيران الجيش، ولا زالت العمليات مستمره. هذا اللي نتمناه. اسمح لي ان اشكرك العميد يحيى رسول، المتحدث
باسم قيادة العمليات المشتركة. أكد مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شاخوان عبد الله أن إرادة الأغلبية الكتل البرلمان تصر على شمول وزيري الدفاع والداخلية بالتغيير الوزاري المرتقب. قال بأن الأمر ليس بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأوضح بأن البرلمان رفض استثناء وزارات الدفاع والداخلية وصوت على التغيير الشامل لكل الوزارات. لدى استقبال لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة وملبية لتطلعات الشعب، وأشار إلى أن استمرار الأوضاع السياسية المعقدة ستنعكس سلبا على العملية السياسية والأمنية والاجتماعية. قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي أن رفض القوى والأحزاب الجزئي أو الكلي لأسماء المرشحين من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي للوزارات يدخل البلاد في أزمة قد تطول وتوقع. وتوقع عبد المهدي بأن أداء رئيس الحكومة ووزراء الحاليين سيكون أضعف من أداء حكومة تصريف أعمال وأشبه بوضع الزوجة المعلقة. أيضا علق رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم على التغييرات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأنه تفاجأ بالتغيير وأن سحب الثقة على العبادي لا زال مطروح. فيما يخص التغيير الوزاري الذي تفاجأ به مجلس النواب وتفاجأنا به كقوى سياسية وكشعب عراقي، لدينا العديد من الملاحظات على طبيعة هذا التعديل ومساراته، ونعتقد أن من يمتلك خطة واضحة لبناء البلد لابد أن يعي جيدا كيف عليه أن يتعامل مع شركائه بعيدا عن الانفعالات والمفاجآت. ولذلك نعتقد أن الخطوة في إخراجها لم تكن موفقة. لقد قدمنا مبادرة واضحة للإصلاح الوطني ودعونا الجميع لأن يلتزم بها وأن لا نختزل عملية الإصلاحات بالتعديل الوزاري، وإنما تمتد لتشمل تغيير أو مراجعة في أداء رؤساء الهيئات المستقلة، وكلاء الوزراء، المدراء العامون، كبار الضباط، كبار الدبلوماسيين، ووضع حد للتعيينات بالوكالة. هذه الخطوة سيئة الصيت التي لازلنا نعاني منها منذ عدة سنوات، وكل ذلك ضمن أسقف زمنية محددة حددتها هذه المبادرة. نعتقد علينا أن ننظر إلى واقع الإصلاح بهذه الرؤية الشاملة ولا نختزل الإصلاحات بالتعديل الوزاري وحده. مشاهدي الكرام، الحديث عن هذا الموضوع ينضم معي هنا في الاستوديو السيد محمد جميل المياحي عضو ائتلاف المواطن. حياك الله سيد محمد. ليش السيد الحكيم يتحدث عن مفاجأة بالنسبة للقوى؟ رئيس الوزراء تحدث أنه قبل شهر تقريبا أو أكثر من شهر، شهر ونص، على قضية أنه راح أغير بالكابينة الوزارية ورد وزراء مستقلين يعني أصحاب كفاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم ولمشاهديكم، وشكرا تحت هذه الفرصة. سماحة السيد الحكيم، هو لم يتحدث شيئا جديدا، قلنا كلمتنا منذ أشهر وواضحين في وضع رؤيتنا وتشخيص لماهية الإصلاح وكيف يكون الإصلاح وأدوات الإصلاح وأيضا الجدول الزمني للإصلاح. نعم، نحن لحد هذه اللحظة نقول إن السيد رئيس الوزراء السيد العبادي لحد هذه اللحظة لم يمتلك مشروعا حقيقيا وواقعيا للإصلاح. الإصلاح لا ينحصر فقط في الوزراء، الإصلاح لا يمكن أن يكون مجرد استعراضات إعلامية أو إحراج للبرلمان والكتل السياسية. تفاجأنا بأن السيد العبادي أشرك فقط دولة القانون في موضوعة تقييم الكابينة الوزارية التي قدمها للبرلمان. جيد، أنت اختصرت علي الطريق، ليش ما نقول هو هذا الموضوع اللي خلاكم تنقلبون على السيد العبادي بعد لا. ما كانت الكتل السياسية بصراحة تتحدث على أنه المجلس الأعلى هو عراب وجود السيد العبادي كرئيس وزراء، بالتالي أنتوا تقولون رجع بنفس فريق السيد المالكي يعمل معه وهمشنا وابتعد عنه، وبالتالي حتى أمانة بغداد بصراحة نتحدث أكثر اللي كانت كنتم معولين عليها أعطاها شخص من المستقلون اللي هو من دولة القانون. قضية مو قضية مناصب ولا قضية شخص، تجاوزنا مرحلة الشخص والمواقع. الآن الصراع صراع مشاريع، أما نعيش في الماضي المرير اللي أوصلنا اللي إحنا اليوم به، لو إحنا لازم نحقق مشروع حقيقي لبناء الدولة واقعا. ما إحنا كمجلس أعلى نقبل نعيش بالماضي وبالتبريرات وباتهام الآخرين والتهرب من المسؤولية؟ لا يمكن أن نقبل.
اليوم أنا سماحة السيد الحكيم بشجاعة تواجه الجمهور والرأي العام وقال كلمة حق، والناس ستعرف هذه الكلمة بعد أشهر إذا اليوم لم تعرفها، لأن شخصنا العلة. قضية مو قضية تغيير وزاري بعد ثلاثة أشهر من عندما تفشل هذه الحكومة لا سامح الله. أيضا يأتي السيد العبادي ويتهم الآخرين ويقول فرضوا علي، وربما يقول السيد مقتدى صدر فرض علي حكومة التكنوقراط وما شابه. علينا أن نفكر بواقعية حقيقية. السيد العبادي، دعني أكمل، السيد العبادي جاء بهذه الحكومة ولم يشرك إلا دولة القانون، إذن نتعامل معها كحكومة دولة قانون تكنوقراط. حكومة دولة القانون، نعم. من كلامك أفهم على أنه أنتوا أي شخص بعد تقولون حسب ما افتهمت أنه أنت أي شخص راح يجي من دولة القانون بعد ما راح تسمحون بيه، راح يظل يعمل بنفس السياسات السابقة، بالتالي راح تعملون على سحب منصب رئيس الوزراء من دولة القانون. هذا اللي افتهمته. النقطة لها السطر. إذا أردنا قررنا لحد هذه اللحظة لم نقرر بأن تسحب الثقة من السيد العبادي، لا يمكن أن تعود لحزب الدعوة. ليس فقط قرار المجلس الأعلى، كل الكتل السياسية وما فيها من دولة القانون، لأن تجربتنا معهم خلال طوال هذه السنوات لحد هذه اللحظة يراوحون وفي مشروع واحد، مشروع كلاسيكي قديم، والدولة العميقة التي يقودوها لحد هذه اللحظة لا يستطيعون التخلص من المواقع التي ربما هم تسببوا فيما نحن فيه. حتى هذا ممكن، نعم. ممكن يكون، نعم. هذا مصطلح الدولة العميقة انتوا اخترعتوه وخليتوه واقع بالنسبة للشارع. ما في دولة عميقة. لا عزيزي، شنو الدولة العميقة؟ انتوا روشتوا اليوم. انت متجي ومثلا عندك ثلثين مدراء العامون، ثلثين وكلاء الوزارات، ثلثين درجات الخاصة، قيادات الجيش، هذه الدولة العميقة. الدولة العميقة من هو؟ الحارس والفراش. الدولة العميقة اللي بيد القرار هو منو بيد من القرار اليوم؟ القيادات الوسطية هي من قود الدولة. عندك ما يقارب 6000 مدير عام، ما يقارب 700 وكيل ودرجة خاصة، هذه المواقع هي من تدير. هيئات المستقلة 28 هيئة لدولة القانون. ليش احنا نغالط الناس ونجي نحكي بكلام فضفاض وكأنما نتهم الآخرين؟ اليوم تعال حاسبني على وزاراتي، حاسبني على أداء السياسي. جيد، وين حدودكم؟ تقول هاي وصلنا حدنا، بعد ما راح نكمل يا سيد العبادي راح يسحب الثقة عنا. نعم، احنا وضعنا المبادرة الوطنية للإصلاح واتفقت عليها كل الكتل السياسية. من المنطق اليوم السيد العبادي مشكلته بأنه بعض الوزراء أكفأ من عنده، فما قدر يعيش هذه المرحلة بأنه وزراء أكفأ منه، والشارع اليوم ينظر من لهم وفق التقييمات الموجودة ما يقارب 6 إلى 7 وزراء هم أكفأ من رئيس الوزراء في التشكيلة الحكومية. هل من المعقول اليوم بالذات وياك وعدت قضية أنه أنتوا أيضا روشتوا لقضية الفريق القوي المنسجم؟ نعم، ما زلنا نقول الفريق القوي المنسجم افترى على أداء الحكومة. لا عزيزي، اليوم أنا أجي أقدم لك كل الدعم وأجيب لك الكتل السياسية خليها تصوت لك، وأنت أدائك مو بمستوى الطموح، أدائك ضعيف، ما عندك برنامج وما استثمرت الفرصة، شو أسوي لك؟ حتى الملائكة وقفت وياك، المرجعية، معقول الكتل السياسية. معقول يكون منصب رئيس الوزراء حق التجارب؟ أنا أجرب لو يكون عنده إرادة لو ما يكون عنده إرادة. لا، هو مشكلتنا بأن إحنا انصاعينا لكتل أكبر داخل التحالف الوطني وأعطيناها استحقاقها الانتخابي. اليوم هو اللي تحدث لي أنا أجيب حكومة تكنوقراط، وزراء تكنوقراط شلون يقودهم شخص حزبي؟ خليه يستقل من حزب الدعوة وخليه يروح يشكل حكومة مستقلين ونقف معه، لكن بعدين هم يروح يجيني ويشكل قائمة مستقلين في الانتخابات ويدخل في الانتخابات. لذلك أنا أعتقد ما زلنا نراوح في موضوعة عدم وجود المشروع، عدم وجود الإرادة، عدم وجود الأدوات النظيفة. اليوم السيد العبادي عندما يأتي ويقدم من السبب تعطيل هذا المشروع اللي أصلا هو موجود؟ ماكو مشروع عنده. قدمنا له مشاريع، احنا قدمنا خلال سنة 13 بعد التغيير بعد 2003 واحنا ما عندنا مشروع. عزيز، الضغوط الكبيرة على السيد العبادي من كتلته لا يمكن ان اليوم لا تكفي ساعة للحديث عنها. الكتلة الاكبر اليوم هي من تتحمل المسؤولية. ما معقول اليوم ارادة ناخبين. تؤمن بارادة الناخبين؟ هذا العمل الديمقراطي. تؤمن بالاستحقاق الانتخابي؟ طبعا، هذا واقع العملية السياسية اللي موجود اللي انتجت الكتلة الاكبر. نعم زين، اذا انت تؤمن بالاستحقاق الانتخابي وارادة الناخبين، ليش تريد تقصي كل الكتل السياسية وتبعدها عن مجلس الوزراء بس أنت تبقى قائد الضرورة، وأنت القائد اللي جيت رئيس وزراء جيت ككتلة أكبر والاستحقاق الانتخابي؟ هذا الكلام كنا نسمعه من عندكم على السيد المالكي. نفس النهج الثانية عزيزي، لحد الآن إحنا نعيش نفس النهج، نفس المنظومة تقود الحكومة. لا تتوقع بأنه
اللي يعني في يوم الخميس ائتلاف دولة القانون اجتماع أقر هذه التشكيلة، والكتل السياسية سمعت بالتشكيلة من خلال وسائل الإعلام ومن خلال التسريبات، لا أحد يعلم. هل من معقول يوم تجي تقول لي صوت على كابينة وزارية أنا ما مشترك فيها وأنا ما أعرف الأشخاص اللي بيها وما هي الضمانات وما هو مشروعها وما هو أدواتها وما هو الجدول يعني الزمني؟ من كلامك كتلة المواطن ما راح تصوت على ما راح نصوت على التشكيلة الحالية. من جامل إحنا وقلنا هذه التشكيلة اللي حد خلي يجي يتحمل مسؤولية يقول هذه التشكيلة الحكومية هي تشكيلة لحزب الدعوة لإتلاف دولة القانون هو يتحمل المسؤولية. طبعا ما يجي يقول حزب الدعوة بس قال ذولي مستقلين وأنا أعمل وياهم، انتظروا النتائج ما تنتظروا. إحنا حق ليش أظل التجارب السيئة نجربها؟ إحنا شايفين المستقبل من هالحكومة ستكون ضعيفة هزيلة ولا تستمر. أي حكومة تأتي دون موافقة الكتل نظامك برلماني، ليش إحنا نغلط نفسنا؟ المرحلة الجاية ممكن نشهد صراع كتل؟ المرحلة القادمة لا أعتقد الآن هو صراع بمعنى الصراع، بقدر ما هناك الآن صراع مشاريع. أنا أقول لك إياها بصراحة، من يقول إن مستحيل تغيير السيد العبادي برأيي المتواضع تغيير السيد العبادي أسهل الممكنات اليوم وممكن أن يتحقق في أي لحظة، لكن نحن في رأيك المتواضع ويا تحرك للمجلس الأعلى على لا لحد الآن إحنا ما متحركين، ولو نتحرك نقدر نغير السيد العبادي خلال 48 ساعة ليس خوفا أو وجلا. لذلك نقول لحد هذه اللحظة نريد إنجاح السيد العبادي، وقدمنا له كل الدعم وقدمنا له مشاريع إصلاحية وقدمنا له أدوات إصلاحية، لكن السيد العبادي ما زال في مرحلة اللا قرار، اللا إرادة سياسية، اللا إصرار على تحقيق الإصلاح. شلون منطي كشركاء شلون منطي مجال؟ اعطيني هسه دول التحالف الوطني. قدمنا له استقالات وزرائنا، قدمنا له رؤى اصلاحيه، قدمنا له رحنا تحركنا على كل الكتل السياسيه حتى الدعمه توقف فيها. شو نسوي له بعد؟ نحلف له بالامام العباس ونقول له احنا نحبك وردك تنجح لو شو ما اعرف. عندكم حراك والشارع ايضا اللي عندكم حراك، هذا حراكنا. لا ما اعتقد احد اليوم يزاودنا بان احنا داعمين للسيد العبادي او لا، واقفين وياه لحد هذه اللحظه. لكن الاخ العزيز لم يستثمر الفرصة. الرجل كما قلت لك لحد هذه اللحظة هو في مرحلة اللا قرار واللا مشروع واللا أدوات حقيقية، ما زال يستشير مع الأسف الشديد أقولها بصراحة وعذرا للمفردة، ما زال يستشير السيئين الذين أوقعوا السيد المالكي، اليوم نفسهم يستشيرهم. وما أوصلنا لهذه المرحلة هو الاستشارة السيئة لأولئك الذين لا يريدون للعراق أن يستقر وأن تكون دولة حقيقية. طيب اسمح لي نشكرك سيد محمد جميل مياح عضو ائتلاف المواطن، شكرا لك وتحضر. أهلا وسهلا. القنصل الأمريكي في أربيل يقول يهمنا بقاء العراق موحدا. نقلة وكالة روداو عن القنصل الأمريكي في أربيل ماتياس ميتمان في جوابه على سؤال حول الاستفتاء المقرر في تشرين الأول المقبل على انفصال إقليم كردستان عن العراق، قوله أن من المهم التوحد في الحرب على عصابات داعش الإرهابية، ونحن نفهم التحديات التي تواجهونها في الحرب والتحديات المالية في الوقت الراهن، لذا فإن من المهم أن يكون العراق موحدا. وأضاف ميتمان أننا نتفهم الأزمة المالية التي تمر بها البيشمركة، وسنواصل البحث في السبل التي يمكن بها زيادة المساعدات لتحسين قدراتهم. لحتى عن هذا الموضوع تنضم معي هنا في الاستوديو النائب أشواق الجاف عضو التحالف الكردستان. سأبدأ مرة ثانية استشواق نتحدث يعني بصراحة تهديدكم طال بالانفصال، لا أنتم اللي عالنيها منه بشكل نهائي إنه إحنا باقين مع العراق، ولا أنتم اللي ماشيين بإجراءات حقيقية. شنو اللي أفهمه من هذا التهديد المتكرر؟ السلام عليكم. طبعا شكرا لحضرتك وأحيي مشاهديك الكرام. أعتقد حضرتك ما توافقت باستخدام المفردة، هو ليس تهديد وإنما هو حق مشروع. ممكن كان استخدام مفردة يعني استخدامكم أو تطبيق حقكم المشروع، لأنه هذا حق مشروع وحق كل الشعوب اللي تحب أن تقرر مصير. زين هسه بس خلينا بهاي المفردة بنتحدث على حقكم، معقولة تبقون بهاي الفترة تماطلون بقضية أخذ حقوقكم؟ إذا هو حقكم أخذوه من البداية ولا تخلون هاي الأخذ والرد يصير بالموضوع. نعم
المسألة هي ليست مماطلة، وإنما نحن واعون بمراحل الاستقلال وما هي المتطلبات لها، وبالتالي نحن كنا ماضون وسوف نستمر بالمضي في استكمال هذه المتطلبات لحين الوصول إلى مرحلة الاستفتاء. أي بما معناه يجب أن نعرف ماذا يريد شعب كردستان، وأن ذلك على القيادات الكردية أن تطبقها. في الفترة السابقة قد أجري استفتاء ماذا يريد شعب إقليم كردستان، هل يريد أن يبقى ضمن العراق الواحد الموحد من خلال تصويت على الدستور، أو يريد الانفصال. أنذاك صوتوا ببقائهم ضمن العراق الموحد ظنا منهم بأن حقوقهم كافة محفوظة داخل ظنا منهم بأن حقوقهم كافة مضمونة ضمن الدستور العراقي، لعل ما كل أسف الدستور لم يطبق على أرض الواقع. وبالتالي اليوم يجب أن نعرف ماذا يريد هذا الشعب، هل يريد أن يستمر بهذا الوضع أو يريد شيئا آخر. زين، أنا كان المفروض أسأل سؤال، لكن من كلام حضرتك هسه ممكن أي واحد سامع يقول ال 17% حقكم تأخذوه، ممكن زيادة بعد ما قالوا 13% هي مو 17، مناصبكم موجودة وقراركم دائما يتحدثون على أنه الكرد أي قرار سياسي ما راضين عليه ما يمكن أن يمرر، شنو الحق اللي أكبر من هذا؟ نعم، حقيقة خلينا نكون واقعيين. أولا مسألة ال 17% هي ليست منا من أحد، هي حق لأبناء شعب إقليم كردستان. وتأخذون حقهم الذي لا طبعا هو حق مشروع لأبناء إقليم كردستان ضمن قوانين الدولة العراقية التي ما زلنا جزءا منها لحد هذه اللحظة. اثنين، هل أنه استلمناها أم لا؟ أعتقد بأنه ليس فقط العراقيين وإنما كل العالم يعرف بأننا لم نستلم هذا الحق. دائما هنالك محاولة لأن تقلل هذا. في السنوات التي كنا نستلمها هي وصلت إلى 9.9، يعني ليست 17%، ومنذ شباط 2014 لم نستلم هذا الحق. بالإضافة إلى ليست فقط الموازنة، الإقصاء المتكرر والمتعمد من قبل الحكومة الاتحادية لممثلي إقليم كردستان. نحن شركاء لكننا ليسنا شريكين في صنع القرار، وهذا ليس فقط نحن وإنما حتى الأخوان داخل التحالف الوطني، بعض الكتل، وأيضا الأخوة السنة. فبالتالي هو أنا أعترف بأن هنالك محاولات لضرب التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي من قبل بعض الجهات، وبالتالي هذا الذي يدفع إلى يدفع الجميع. لا، دخلنا بموضوع أكبر من هذا. هذا يدفع الجميع إلى أن يفكر كيف ممكن أن يحفظ حقوق المكون الذي يمثله، ولا سيما بأننا نمثل مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي. بدينا نتحدث على قضية ضرب التعايش السلمي، دخلنا بموضوع أكبر. بالتالي من هاي الجهات اللي تضرب هذا المشروع؟ أنا لا أسمي، لأنه الجهة هي معروفة وهي السبب وراء ما وصل عليه العراق، اللي يعني هو الجهة التي كانت السبب وراء ما وصل إليه العراق اليوم. مع كل أسف المواطن لا يستلم حقه لا من خدمات ولا من أمن ولا حق المشروع في أن يكون هنالك عدالة اجتماعية في مسألة المعاشات. فبالتالي هي جهة معروفة، وبالتالي نحن لسنا في كمكون سياسي أو كمكون طائفي. لا، سياسي ليس له علاقة بالطائفة. لا، ما نتحدث على قضية بالتالي حتى لن نعمم الموضوع. أرجع حس المصطلح اللي أنا سمي الخطوة اللي أنا سميتها تهديد، حضرتك سميتها حق مشروع. نعم، نتحدث على هالموضوع بأي مسمى كان، الحديث يدور على أن أنتم تستخدموا ورقة ضغط على بغداد حتى تحصلون مغانم مكاسب حقوق أكثر، ما أعرف شنو تسميها. طبعا هذا ليس اسلوبنا نحن ككرد، معروف عنا نحن نطالب بحقوقنا، لا نقبل باقل ما هو تم تثبيته داخل الدستور، ولا نطلب اكثر، لاننا مؤمنين بانه يجب ان يكون لكافه العراقيين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. اثنين، مساله التهديد، واكرر واقول هذه مفرده غير صحيحه. نحن نعلم ما هي الخطوات التي يجب ان نخطوها التي تسبق الإعلان عن الاستفتاء، وبالتالي نحن نخطوها. أما هنالك البعض الذي يستخدم مفردة التهديدات حتى يشوش على هذه المحاولة، هذا متروك لهم. نحن ماضون في الاستفتاء لنعرف ماذا يريد شعبنا، ماذا يريد، هل يريد أن يبقى، هل يريد أن ينفصل، ماذا يريد. زين، هذا بالعلن وبالطرق الدستورية والقانونية يتحدث على أن الشعب هو اللي يقرر. طبعا جيد، لكن الواقع يمكن يفرض أكو إرادات دولية على هذا الموضوع. حقيقة هنالك نقل غير صحيح. التصريحات الإعلامية هي طبعا في مربع الحفاظ على المصالح، أما بالنسبة لأنه لا توجد أي دولة إقليمية أو أي دولة خارجية قد وقفت ضد الاستفتاء. ألا تعرف لماذا؟ لأنه الاستفتاء وحق تقرير المصير هي ضمن الصكوك الدولية لمبادئ حقوق الإنسان. هذه الدول هي التي كتبت ميثاق الأمم المتحدة، هي التي
أصرت على أن يكون هنالك حق لتقرير المصير للشعوب. فبالتالي لا تستطيع هذه الدول أن تقف بالضد من هذه القرارات التي هي أصدرتها في يعني ميثاق الأمم المتحدة تحت الأرقام 2955 في سنة 1972 وتحت الرقم 2625 في سنة 1970 وتحت الرقم 3070 في 1973. شلون تفسرون تصريح القنصل الأمريكي بأربيل؟ ممكن أن يسأل، لكنه ضمن المباحثات لا توجد أي دولة هي ضد من مسألة الاستفتاء وليست من ضد يعني تقرير المصير. لأن أعيد وأقول هي نفس الدول التي حاربت لكي تكون هذه القرارات موجودة على أرض الواقع في حق تقرير المصير. أكون نقطة أخرى، نحن مؤمنين أنه كل الأمور تجري ضمن الإطار القانوني والدستوري وضمن الحوار، لأننا نريد أن نطبق كل الخطوات بصورة سلمية وبالتحاور مع بغداد، وهذا هو نهجنا. نحن نريد أن كما قلت أن نعرف ماذا يريد شعبنا. نحن سألناهم في السابق وصوتوا للدستور، اليوم نحن نحس بأنهم غير مرتاحين لهذا الوضع الذي نعيشه، فبالتالي من حقنا أن نسألهم ماذا تريدون. زين، أنتم ما أعرف كل فرصة ممكن كل حراك سياسي بدأ يجير القضية أنه الانفصال كدولة كردستان المستقلة. حتى الحراك الأخير لرئيس الوزراء بخصوص الإصلاحات اعتبرتوه خطوة جديدة لتهميش الكرد بالعراق. لا، هو مو صحيح. أعتقد بأنه كلكم مطلعين على التاريخ، كانت هنالك كردستان الكبرى وتم تقسيمها بمعاهدة ساكس بيكو، واليوم هو طبعا وليس اليوم وعلى مر التاريخ هو حلم أبناء الكردستان الكبرى أن تتحد مرة أخرى. أما الكلام على أنه ننتهز الفرص أو نريد حقوق أكبر هذا غير صحيح. نحن نريد فقط حقوقنا على حالة الإصلاحات. راح أجاوبك حول هذا الموضوع. الإصلاحات، نحن داعمين للإصلاحات، نحن نريد إصلاحاً حقيقياً الذي يخدم المواطن العراقي، وليس الإصلاح الذي يكون من وراءه هدفاً سياسياً لإزاحة كتلة على حساب كتلة أخرى. رأيي الشخصي، ما ألمس من ما يحدث الآن يعني في الساحة السياسية حسن؟ ما ألمس من ما يحدث على الساحة العراقية الآن هو استغلال كلمة الإصلاح لتحقيق هدف سياسي، وهذا ما لا أتمناه لمواطني العراقيين. أنا أتمنى أن يكون إصلاحاً حقيقياً على أرض الواقع وتنفيذ الطلبات التي طلبه المتظاهرون مع كل أسف قبل 8 أشهر طلبوه، ولحد الآن لم يتحقق منه أي شيء. لماذا؟ لأنه كل من يأتي يستغل طلبات المتظاهرين في تحقيق أهداف سياسية. سماحة السيد مقتدى الصدر طلب الإصلاح الحقيقي وطلب أن تنفذ مطالب المتظاهرين. اليوم ننتظر أن تنفذ مطالب المتظاهرين. جيد، أكو القائمة قدمها رئيس الوزراء للمجلس، أكو شخص انسحب وربط موافقته بموافقة السيد البارزاني، حتى الموضوع كبر عن هالموضوع وقيل أنه هدد هسه من السيد البارزاني ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أعرف بالضبط، لكن هدد حتى يسحب ترشيحه. بالتالي شنو اللي تريدوه؟ تتعاملون مع تعامل رئيس الوزراء مع مكون أم مع أحزاب تابعة المكون؟ نعم، أولاً السيد نزار سليم دوسكي لم ينسحب بضغط، وإنما هو عد الموقف وفكر بالموقف ورأى بأنه وجهة نظر ائتلاف الكتل الكردستانية صحيحة. نحن دفعنا آلاف الشهداء من قوات البيشمركة ومن المواطنين، وتم دفن الآلاف من المواطنين الكرد في المقابر الجماعية للحصول على كيان إقليم كردستان. هذا الكيان لا يمكن أن يتجاوزه أحد. لكل شخصية مستقلة أو حزبية بإمكانها أن تقدم لأي موقع في بغداد من خلال كيان إقليم كردستان المتمثل بإئتلاف الكتل الكردستانية في بغداد. شنو مشكلتكم؟ هو كردي، هو شخص كردي، ليش ما وافقتوا؟ ليش ما أنتوا دعمتوه كشخص مختار رئيس وزراء؟ أجي أدعمك كشخص كردي وأعمل بهذا الاتجاه، ليش إلا تردون حصرا من عندكم؟ نحن قلت لدينا كيان، دفعنا الآلاف الآلاف من الشهداء، ونحن نمثل قومية، القومية لها الشرعية من خلال. بس وضحي لي، من نحن نمثل؟ كل ائتلاف الكتل الكردستانية، كل ائتلاف الكتل الكردستانية كان موقفنا واضح وصريح. إقليم كردستان له ممثلين في بغداد، ممكن لأي شخصية أن تقدم من خلال هذا الكيان لأي وظيفة، أما أنه يقدم بتهميش هذا الكيان ما ممكن. أما بالنسبة لتهديد الدكتور نزار، أنا أعتقد بأنه
هذه مخالطة وهذه تشويه للحقائق. السيد نزار هو بإرادته أعاد النظر في موقفه ورأى بأن موقف ائتلاف الكتل الكردستاني بأجمعها الأحزاب الخمسة موقفها سليم، فعلا لا يمكن أن نتجاوز الكرد كقومية وكمكون رئيسي، ولا يمكن تجاوز كيان إقليم كردستان بهذا الشكل، فهو أعلن أن انسحابه وهذا حق مشروع له. زين، أنتم تعتقدون أن الاعتصامات والحراك الشعبي اللي صار ببغداد ممكن أن يأثر على موقفكم مثل ما أثر على باقي الكتل؟ نحن أعيد وأقول ائتلاف الكتل الكردستاني يمثل إقليم كردستان، ونحن ندعم الإصلاح الحقيقي الذي يخدم المواطن العراقي نفس المواطن من زاخو إلى البصرة. لا يمكن أن نشترك في موضوع يكون منه استفادة السياسيين، أي تصفية السياسيين بعضهم للآخر. لذلك نحن عاهدنا الشعب العراقي كائتلاف كتل كردستانية سوف نقف بجانب المواطن العراقي في تحقيق الطلبات التي طلبها: خدمات، عدالة اجتماعية في الرواتب، أمن، تقديم الفاسدين إلى القضاء. قل لي أي من الفاسدين قد قدم للقضاء؟ ونحن في المرحلة الأولى قالوا إصلاح وإصلاح وإصلاح، وقالوا إرادة الكتل كانت أكبر من إرادة القضاء. إذن لا يمكن أن يستغلون اسم الإصلاح ليعني بأنهم غير قادرين على الإصلاح. زين، راح تصوتون على القائمة اللي قدمها رئيس الوزراء؟ طبعا المبكر تحديد الموقف، لانه السيد العبادي ليس في كل ساعه وانما في كل دقيقه يغير موقفه، فبالتالي المفروض ان تكون هناك صوره واضحه وانا ذاك نقرر. ما موجود عندكم من اسماء؟ اي اسماء؟ الاسماء اللي قدمها بجلسه الخميس. بالتاكيد اي اسم تم ترشيحه خارج كيان اقليم كردستان ومن غير ائتلاف الكتل الكردستاني المتمثله بالاحزاب الخمسه التي تمثل شعب اقليم كردستان، بالتاكيد هم ليسوا مرشحين. مو مرشحكم بس، ايضا ما راح تصوتون لو ما تصوتون؟ ليسوا مرشحين. راح تصوتون لو ما تصوتون؟ على ماذا نصوت؟ على القائمه اللي موجوده الان بمجلس النواب. اعتقد بانه اجتماع اليوم لرئيس مجلس النواب وكذلك للكتل السياسيه. نحن اتكلم عن كتلتي. زين. نحن قلنا بانه ليس طعنا بالاشخاص وانما الاليه التي تم تقديم الاسماء فيها، ليسوا مرشحين اقليم كردستان، ونحن سوف لن نصوت على اسم لم يقدم من خلال ائتلاف الكتل الكردستاني. طيب اسمح لي ان اشكر حضرتك النائب اشواق الجاف عضو التحالف الكردستان. شكرا لكم. شكرا. احنا نصوت. تفضل. مجلس الديالة يؤجل استجواب المحافظ إلى 25 من نيسان. أجل مجلس محافظة الديالة جلسة المخصصة لاستجواب المحافظ مثنى التميمي على خلفية الأحداث الأمنية اللي شهدتها المحافظة فضلا عن سوء الخدمات، وحدد يوم التأجيل بناء على طلب من المحافظ التميمي نفسه إلى يوم 25 من نيسان الجاري. هناك طلب مقدم من قبل السيد المحافظ فيما يخص تأجيل جلسة الاستجواب، وتم مناقشة هذا الموضوع مع السادة الأعضاء الموجودين، وتم التوصل إلى تحديد فترة يوم 18/4 القادم هو تقديم الأسئلة مع الأجوبة الموجودة في مبنى مجلس المحافظة، وتحدد يوم 25/4 هو موعدا لاستجواب السيد المحافظ. هي الوضع اللي انهار يوم 9/3 في محافظة ديالة، هذا يعبر على ضعف الأجهزة الأمنية وضعف إدارة المحافظة، لأنه المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، فمن واجب القانوني والدستوري حماية الدوائر وحماية أملاك المحافظة ويكون متواجد في المحافظة. أثناء التجاوز على الدوائر كان هناك المحافظ غير موجود في المحافظة. اليوم ما عندنا مشكلة من يكون محافظ أو نعم، القائمة العراقية تطالب بهذا الاستحقاق وباقي الاستحقاقات اللي يجب أن تكون للقائمة العراقية، لكن ليس هناك مشكلة من يكون محافظ. المشكلة اللي صارت في ديالة وبتقديري والمشروع اللي اليوم عقد مجلس المحافظة على أساس اجتماعه هو كان المشروع للأخوة في التحالف الوطني على خلفية الأحداث الأمنية والاعتداء على الدوائر اللي ذكروا أخوتي الأعضاء. وهذا القرار أنا اليوم حقيقة نقلته من أعلى سلطة تشريعية من دكتور سليم، أن قال أن يفضل الإشكالات اللي موجودة بيناتهم، وهناك استحقاقات أنا أتمنى من المجلس أن يمضي بهذه الاستحقاقات. مشاهدي الكرام، الحديث عن هالموضوع ينضم معي من بغداد بالصوت والصورة السيد خضر مسلم مقرر مجلس محافظة ديالة. مساء الخير سيد خضر.
مساء الخير استاذ هارون، اهلا وسهلا. حياك الله. خلينا نبدا من المؤتمر الصحفي. يمكن هو أنا كان السؤال اللي يدور ببالي من شفت اعضاء مجلس النواب موجودين، يمكن ايضا هو ختمه السيد عبد الله الجبوري من قال انه انا نقلت لهم عن السيد سليم الجبوري هذا القول. بالتالي هي هاي المؤثرات الموجوده على دياله بشكل عام، تاثيرات كتلي اللي موجوده ببغداد بكل المسميات وبكل الاشكال. يعني لا يا استاذ هارون، بالتاكيد اكو تاثيرات من الكتل في بغداد على مجلس المحافظة، لأن مجلس المحافظة مكون عبارة عن أيضا أحزاب، واللي هي المقر الرئيسي فيه. لا يعني إذا تتذكر يمكن حتى اللقاء القبله، إحنا أنا أستغرب أنه القائمة العراقية بصراحة هي مقاطعة الجلسات، وببيان رسمي لقاء السيد أحمد المساري وقاطعة الجلسات، وهاي إحنا من ذاك اليوم إلى اليوم بعد أحداث المقدادية هم مقاطعين الجلسات. يعني إيش معنى هسه اليوم صار حضور وصار نصاب وكذا؟ فيعني إحنا أنا الأخوة السياسيين، يعني شوف هاي دائما ما يطلع الأخوة النواب في اتحاد القوى أنه ديالة استحقاقنا وقفز على الاتفاقات وقفز على ما تم الاتفاق عليه. كل هذه يعني التعطيل لعمل مجلس المحافظة إلى أن صارت القضية يم المنصب ويم المحافظ ويم الاستجواب، وكأنه إحنا خلقنا وتكون مجلس المحافظة على أساس فقط يستجوب محافظ ويقيله ويجيب محافظ آخر بمكانه وهكذا. رح أرجع لهذا الموضوع سيد خضر، لكن خليني أجيب شنو المواد المطروحة على السيد المحافظ وعلى أساسه ممكن تعقد جلسة مجلس المحافظة لاستجوابه. يعني هو السبب المعلن الرئيسي أنه تدهور الأوضاع الأمنية بعد انفجار المقدادية الأخير اللي راح أثر استشهاد أكثر من يعني وجرح أكثر من 70 شخصية من يعني أهالي المقدادية، كان على عزاء، وبعدين وراها صار اعتصامات. من وراء الاعتصامات حدثت بعد الأعمال يوم الأربعاء أعتقد صارت، أنا كنت يعني الحقيقة في بغداد كان أكو شوية انفلات أمني يعني أو انتشار فد عناصر مسلحة في مركز المدينة في بعقوبة. السبب المعلن هو هذا الحقيقة. الحقيقة هذا ما يتحمل فقط المحافظ، وإنما كل القوات الأمنية تتحمل هذا الموضوع. لكن أنا أعتقد أنه قضية الاستجواب يعني إحنا صارت هل فقط على هذا السبب؟ يعني أعتقد احتمال أكو أسباب أخرى. الحقيقة أكو عدة أسئلة وجهت إلى السيد المحافظ بكتاب رسمي، أنا شخصيا لم أطلع عليها، لأنه أكو فد موضوع يعني الظاهر يعني سري، أنه حتى الأسئلة تصاغ ومن اللي يستجوب وشلون تندز، يعني أكو فد يعني تخطيط داخل مجلس المحافظة إلى شيء معين. سيد خضر إذا سمحت لي أخذتني الموضوع أكبر، انت مقرر المجلس يعني بهاي الحاله انت هاي كل الامور معني بيها، او حتى انت عضو المجلس اصلا يعني على اطلاع بكل ما يدور، بالتالي شنو اللي ينحاك ومن اللي ورا؟ لا مو كل اعضاء المجلس يدرون ما يدور وفي كل شيء، بدليل انه خلي اقول لك، ويوم الخميس اصلا كان كتاب المحافظه بطلب الاستجواب واصل الى مجلس المحافظه، وصار كتاب الى والدوله قالوا لو وافقنا على تأجيل الجلسة، وبعدين طلعت لنا جلسة يوم الأحد أنه مناقشة الاستجواب. لعد ليش راح الكتاب أنه بقبول الجلسة والصدر على يوم الأحد؟ يعني أكو فت قضايا دا تنحاك وبيها أطراف طبعا بالتأكيد ببغداد وأطراف بديالة، دا تنحاك هذه الأمور بها أهداف معينة. لذلك الهدف من استجواب المحافظ ليس فقط لتعديل المسار. أنا عندي تحفظات كثيرة جدا على أداء السيد المحافظ، ويعني أقدر أحسبها يعني تحفظات كثيرة إدارية، ويعني ما واقف مع جهة ضد جهة، لكن أنا أشخص حالة ما يدور في مجلس المحافظة. سيد خضر اللي أفهمه من كلامه تشخيص الحالة، أنا اليوم أستاذ هارون سيد خضر بس إذا سمحت لي أؤشر مؤشرات إدارية على المحافظ الحالي، وأني أقول هذه مثلاً القضية مو مؤسساتية، أجي أنا أعيد نفس الشغلة، وإنه هم أشتغل بمجلس المحافظة بقضية مو مؤسساتية، يعني هم من أروح أنا أسوي كتب وما أدري شنو، وكأنه يعني فد شيء مضموم وما معلن. يعني هاي القضية إنه أنا أريد أبدل فد شيء بشيء آخر، هو يعني مجرد أنا على المنصب يعني سيد خضر إذا سمحت لي، والقضية إنه اللي افتهمته من كلامك على إنه رؤساء المكونات اللي موجودة بمجلس المحافظة السنية والشيعية والكردية يجيهم الأمر من كتلهم العليا اللي هي موجودة ببغداد، بالتالي اطلاع المجلس وأعضاء المجلس ما عندهم اطلاع، بالتالي هي قضية تحريك داخل المجلس.
لا مو بالضبط هكذا، لكن اكو تقاطعات واكو مصالح حقيقه اكو مصالح شخصيه، واكو ناس يعني جايين انه يعدلون ويبنون المحافظه. بس انا اقول لك واطمئنك انه المحافظه ما راح تنبني بهالصوره، واحنا صار لنا اكثر من 3 سنوات في تخبط يعني. ومجلس المحافظه انت من ما ينعقد لخدمه المواطن، ينعقد فقط من يصير يعني اكو انه منصب او اقاله او كذا. يعني وين هسه انت يعني تقدر تقول لي او اي مواطن يقول لي مثلا هل دوائرنا تقريبا عندنا 45 دائره هي ماشيه بالصوره الصحيحه السليمه، بحيث لم نقيل مدير دائره او نستجوب حتى مدير دائره فقط هاي كم مره؟ لا لا هو هذا يعني سؤالي هذا سؤالي. احنا نتحدث على انه عمر مجلس المحافظه 3 سنوات، باقي سنه، ما اتصور انه بعد كل هذا الصراع هاي السنه راح تقدم شيء. بالتالي هسه من نسأل هسه لانه انت عضو مجلس محافظه تحدث وياك، اذا قلت لك تعطيني منجز بدياله ما اتصور راح تعطيني منجز بهاي 3 سنوات اللي راحت، منجز على مستوى الخدمات. استاذ هو المنجز استاذ هارون، المنجزات هي مو فقط خلي كل واقعين، طبعا هي بالتاكيد خدمات وبناء، لكن هي مو فقط خدمات وبناء وانما اجراءات يعني تذهب الى الاستقرار الامني والاستقرار السياسي، وبعدين تجي هاي الامور. لانه انت البناء بالحقيقه تدري يعني انت هذه الدوره لان ما بها ما عندها يعني موازنه نهائيا، هاي صارت 3 سنوات ما اعطونا موازنه حتى نسوي مشروع واحد، فاذا ما تنقاس على فقط المشاريع، لكن السياسه العامه، السياسه الامنيه، السياسه التربويه، يعني السياسه الصناعية، السياسة الزراعية، كل المنجز كل هذه هذا. السياسات مجموعة ممكن يسوي يذهب إلى تنمية. أنا أقول لك إنه كان بالحقيقة ضعيفة، لأنه أنت لا تنسى أستاذ هارون، بس دقيقة، لا تنسى إنه البيئة اللي عايشتها محافظة ديالى يعني مرت بمراحل عصيبة جدا، يمكن حتى لو تجيب يعني محافظ قوي جدا هم ما يقدر يعني عنده فت فكر، وحتى لو تكنوقراط يعني هم ما راح يقدر يسوي فت شيء، لأنه البيئة يعني ما كانت مستقرة نهائيا. يعني ندخل بداعش نطلع من داعش، انه بنطب بقضايا اخرى وقضايا مسلحين وقضايا يعني الوضع هو مربك صراحه بدياله. يعني ما بقى بس اذا سمحت لي ما بقى عندي وقت، باختصار ممكن جلسه يوم 25/4 تتحول الى اقاله المحافظ، ممكن توصل هاي المرحله بالاجواء اللي موجوده؟ والله ممكن اي وممكن لا، لانه ممكن تحدث تفاهمات معينه وتنتهي هاي القضيه الاقاله، وممكن يعني يذهبون بالاستجواب بالاقاله، ممكن القضيتين مطروحه يعني موجودة. طيب ننتظر ذاك الوقت ونشوف النتيجه شو اللي راح يصير. لكن اسمح لي نشكرك سيد خضر مسلم مقرر مجلس محافظه دياله. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، عندنا موعد يتجدد يوم غد، مع السلامه.